سلام مازول فلاون، مرحبا يسون. الله شانين وناني لينا. اسمحوا لي بزاف بزاف، ما كيما وعدتكم تلقاوني بقوه في يناير، بصح الله غالب ولا غير كنت مريضه. ديجا راكم تشوفوا لا فوا تاعي، معليش نقول لكم اسبوع سامكاز، نقول لكم كل عام وانتم بخير. بهذه المناسبه تاعنا التقليديه تاع جدادنا نقول لكم كل عام وانتم بخير. ان شاء الله العام هذا يكون مبارك على صحتكم وعلى عائلتكم وعلى ارزاقكم ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله العام اللي يجي بالخير والبركه وربح ان شاء الله على المؤمنين كامل يا ربي ان شاء الله. انا كيما راكم تشوفوا وجدت الاكله تاعنا الشهيره تاع القبائل، الطعام. حنايا في يناير نورمالمون نديرو طعام سبع يسوفار. واش معناتها سبع يسوفار؟ هذه طعام سبع بقوليات، لازم يكونوا فيها سبعه، شويه حميصه شويه لوبيا، هذيك اللي عندها نقطه كحله في الوسط، شويه عدس، شويه ليسونسيال، لازم تلحقي سبعه. انا هنايا ما درتش، على كل حال سبعه درت برك الحميصه وشويه هذيك اللوبيا تاع القبايل باللحم هكا. الله الله زينتو هكذا، يا طعام نورمال كيما كاع لي فامي الجيريان. المهم الواحد يدير لما هكا في لافامي تاعو، يدير شويه اجواء هكا تاع يناير. ولبسنا لي روب كابير بيان سور انا وبنتي، وحطيت لها الحلوه. هذه العاده عندنا شغل الطفل الصغير ديريه في الجفنه وترمي عليه لي بونبون هكا، فال تاع حاجه مليحه، فال تاع خير ان شاء الله. كاين بزاف اللي يقولوا هذا يناير بدعه وشرك وكفر، هو ما عنده حتى علاقه بالاحتفال، زعما حاجه علاقه عندها علاقه بالديانه ولا كما يقولوا عباده حاجه وحده اخرى. لا لا، هذا شاشنق كما يعرفوه، هذا كيشغل كان سلطان تاع بكري تاع الامازيغ، وربح واحد المعركه وقعدت هكذاك قد هكذاك يحتفلوا بها، ومنها يتمنوا على العام الفلاحي بوكو بلوس، يتمنوا على الفلاحه، يتمنوا ان شاء الله تطيح الشتا ويكون الفلاحه تاع هذاك العام ناجحه ويطيح ربي الرزق على العباد. هذه هي، هذا هو البرانسيب. صافي، حاجه نورمال، ما عندهاش كاع علاقه بالشرك ولا حاجه واحده اخرى. المهم هنايا رحنا لتسالا اليوم، تعرفوا وين راني. هنايا تسالا تابعة لدائرة حيزر ولاية البويرة ثوفيرت. ولاية البويرة دابيتود هما شاكاني يديروا هكذا احتفال، يديروا المأكولات تاعنا التقليدية، يديروا بزاف، ويورغانيزيها السيد الوالي تاع الولاية، هو اللي يفتتح هذو التظاهرات، هاد التظاهرات تاع يناير. هنايا هذه كانت دير كما حنا نقولوا نعيطوا لها تحفولت نتا السمث ولا تحفولت النعناع، الكسره تاع النعناع، فيها الحشاوش كاع، فيها النعناع، فيها واسمو هذاك الزعتر، فيها البصله، فيها الفلفل، فيها تفاصون صحيه بزاف بزاف. هذه الاكلات تاع جدادنا كما نعرفوا ملح بزاف للصحه، للاسف ماناش نديروهم بزاف. انا وحده هذه ما نعرفلهاش بزاف. لازم يما تعلمني باه نديرها لكم ان شاء الله في قناتي. هذا البركوكس وهذا الطعام بالخليع، حنا نقولوا له الخليع القديد قيله، هذيك هي اللحم اليابس. هاي ليك هذيك الوسموكي راهي طيب، شوفوها انا نحبها نموت عليها، هايله تجي فيها هكا الزعتر والنعناع وكلش، تجي هايله وتجي مبسه ما شاء الله. قلتلكم ان شاء الله ولا غير نقول لي ما ديرها لي ونحطها لكم في القناه ان شاء الله يا ربي. وداروا هكذا معرض للصناعات التقليديه تاعنا، كما راكم تشوفوا لي كاطو تاعنا، داروا من كلش حاجه، داروا الفضه، داروا اسمحوا لي الفخار، كلش مداير باليد، الله يبارك. ناس مازلها تخدم باليد، ان شاء الله ربي يعاونهم ويوفقهم، وان شاء الله الصناعات تاعنا التقليديه جامي تندثر وتوجور تزدهر ان شاء الله يا ربي، مادام كاين لي جون تاعنا مازلهم يخدموا. شوفوا ما شاء الله هذوم تاع بكري بكري، هذاك اللي شديتو دركا في يدي هذاك يديروا فيه بكري لاصوص تاع طعام، المرقه تاع طعام يديروها في هذيك في هذاك الوسمو باه يفرغوا منه. ما كاش بكري
لي سوبيير وكاع. وهذا ستان بوجوار يحطوا عليه شمع. ما شاء الله بلادنا واسعة، ما شاء الله فيها بزاف بزاف تقاليد. إن شاء الله نحتفظوا كما يقولوا. تلفت لي الهضره تالمور، راني مريضه، شوفوا لافوا تاعي كيفاه تبدلت. ان شاء الله يا ربي نعليو بشانهم ونفتخروا بهم ونستحفظوا عليهم. هذه اللي حبيت نقولها، ان شاء الله نستحفظوا على الموروث الثقافي تاعنا والموروث التقليدي والصناعي الحرفي تاعنا ونكبروا بشانه، باسكو كل حاجه مخدومه باليد راهي عزيزه. شوفوا هذم مخدومين من الخشب الطبيعي ما شاء الله. كانوا الغاشي الغاشي بزاف بزاف. قلت لكم نعاود لكم في تسالة دائرة حيزر ولاية البويرة، نحييهم كاع كيما راهم، ونحيي كاع ناس حيزر وناس البويرة وناس الجزائر كيما راهم كاع نحييهم، نقول لهم مرحبا في قناتي. وهذوما لي غاتو كيماكم تشوفوا تاع بناتنا ما شاء الله، لي جون في تاعنا يخدموا كلش. هاي ليك لا كارت فيزيت تاعها، اون سي جامي واحد يحب يكوموندي ولا. هذه هي قلت لكم، ومن بعد ديسيديت نروح جوايه واحد اخرين بالصح ولا خير. مرضت لونجين دارت فيا حاله. شوفوا هذا تقول كرموس تاع صح، هذه بلا با داموند. هذه لا كارت فيزيت تاعها، اون سي جامي واحد يكونتاكتيها يكوموندي عليها عرايس ولا ديروا لي غاتو تاعنا سوا التقليديين ولا العصريين. نحييهم نقول لهم ربي يعاونكم ان شاء الله في خدمتكم وفي رزقكم، في رزقكم وربي يبارك لكم ان شاء الله في رزقكم ان شاء الله يا ربي. هذو ما الصابون، هذا صابون اللي مخدوم باليد، ثاني كانت مشتركة هنا تخدم روعة ما شاء الله، بحوايج طبيعيين تما، حاجة اللي ما تضركش كاعيتك، حاجة طبيعية عندها هي تحكي لك كعب واش راهي تخدم وكلش. الله يبارك عليها وربي يوفقها ان شاء الله. هاوليك الفيسبوك تاعها ولا نيميرو التليفون تاعها، اون سي جامي واحد حاب يكونتاكتيها ثاني. المهم قلت لكم كنت حابه نبدل نروح لبلاصه واحده اخرى، باسكو العام هذا ما شاء الله داروا بزاف في كل بلاصه، احتفلوا بيناير وداروا ديزيكسبوزيسيون، داروا تظاهرات للمأكولات التقليديه اللباس التقليدي كلش كلش. بصح لا غالب والله ما ديبلاسيت بزاف، رحت غير للتسالة ونقلت لكم هكا شويه اجواء. ما تنساوش في التعليقات خلوا لي جام، خلوا لي كومونتير. نحييكم كاع كيما راكم، ان شاء الله عام مبارك عليكم وعلينا ان شاء الله يا ربي. هذا اللباس التقليدي تاعنا ما صورتش بزاف بزاف باسكو كانوا الغاشي ما شاء الله. الله يبارك، شفتوا في بدايه الفيديو شحال كانوا الغاشي. اسمحوا لي على لافوا تاعي وعلى السعله اللي راهي تجيني، اسمحوا لي. هاي ليك قريه تسالا ما شاء الله، واحد البيزاج واحد لا ناتور. هنايا ديجا كانت الحاله مغيمه ما شاء الله، حبت تطيح. في الاخر تاع هذا الفيديو نقول لكم بقاو على خير، تهلاو في رواحكم، تلقاو في فيديو واحد اخرى، وباي باي.